مشاهدينا الكرام، جمهورنا الرياضي، اهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد والعدد الخاص بنهائي كاس الجمهوريه. بدايه الف الف مبروك لشباب الوزداد تتويجه بكاس الجمهوريه السابعه. بالمناسبه كذلك نهنئ وفاق سطيف لبلوغه النهائي وتتويجه بالبطوله في وقت سابق، كما نهنئ كافه الشعب الجزائري بمناسبه 5 جويليا عيد الاستقلال. في عدد اليوم سنتحدث عن النهائي ونستقبل في البلاطو هذا محمد بلعرج المدرب. اهلا بك بلعرج. اهلا وسهلا، شكرا على الدعوه. شكرا لك. كما نستقبل اللاعب السابق لشباب الوزداد كريم عمري. اهلا بك كريم. شكرا على الدعوه ومبروك شباب الوزداد، ونقول الوفاق سطيف يعني قاموا مقابله مليحه. شكرا لك. اذا كريم لاعب سابق لشباب الوزداد، اكيد ما زلت تناصر يعني هذا الفريق، يعني لو اكيد متشوق باش تعبر عن الفرحه ديالك بتتويج فريقك بلقب لقب كاس الجمهوريه السابع. بيان سور، ما نكذبش عليك، يعني خاصه التتويج الاخير لشباب الوزداد كان يعني في 2009 ومام 2012، يعني كنا لعبنا مع وفاق سطيف ونهزمنا في لا فينال تاع الكوب الجزائري. دونك هذا التتويج يعني لاعبين حنا اللي كنا ذاك الوقت كنا حابين يعني لاعبين تاع دركا خاصه مع سطيف يعني يفوزوا بالكاس هذه، يعني باش يرجعونا شويه اختبار لما خسرنا المقابله. كريم تابعنا المباراه معا، شفناك يعني تابعتها على الاعصاب، لو تحكي لنا كيفاش عشت يعني لحظات المباراه خاصه انها مشات يعني الوقت الاضافي. بون، المقابله يعني بكل صراحه كانت شويه ايكيليبري سورتو بريمير ميطو، ما تنساش يعني كان درجه الحراره كبيره، ما شفناش مقابله اللي كنا نستناو فيها في اللي كنا نستناو فيها في صاد لي ماتش اللي كانوا بين بالعباس والسيربي ولا مولوديه الجزائر وفاق سطيف، كان يعني كان بعض المستوى. بون، لا دوزيام ميطون كانوا بعض الفرص، ولكن الحاجه اللي شفناها ايجابيه انه اللاعبين يعني تاع الفريقين شافوا باللي صدير مع التعب ولا فان تاع الماتش، وما تنساش مقابله راهي في لا فان سيزون، دونك لي فور تاعهم ما كانوش يمدوا فور كبير، بالك في الذهنيه تاعهم يقول لك نوصلوا لي بيناتي، ولكن السيد الكاس خليت شباب الوزداد خاصه في الدقيقه 118 على ما اظن جا الهدف اللي يعني اوتوماتيكمون اللاعبين تاع وفاق سطيف ما ابري دو مينيت اللي بقات ما راحش يزيدوا يديروا. كان بصراحه يعني مباراه كي خلصت في 90 دقيقه، شفنا حتى الشوط الاضافي الاول ولا الثاني ما شفناش يعني يعني فوز او يعني فريق اللي كان يضغط اكثر. هل كنت تتوقع انه شباب الوزداد عن طريق اللاعب يحيى شريف يسجل، ولا كنت تنتظر انه تمشي اللغه لركلات الترجيح؟ انا يعني بكل صراحه انا كنت نستنى تروح لركلات الترجيح، لانه علاه المستوى تاع اللعب ومام لي زوكازيون في بعد 90 دقيقه، وشفنا اللاعبين يعني كانوا من جهه سطيف والسيربي يعني كانوا لاعبين يسقطوا في الار لي كرومب كانوا يقابلوهم وكل شيء، سي بور سا على بالي بلي ما حش يزيدوا يديروا اني فور كبير، قلت يعني يجيريو لي دو زيكيب يجيريو لي فور تاعهم باش يروحوا لركلة الترجيح. ولكن الدقيقة 17 لما الكرة كانت في او ميليو تيرا لما استحوذ عليها اللاعب جوبونس دراوي ومدها لبوعزة، يعني لابيل هذيك كانت يعني الحين نعاودوا نوليو هذا كريم باش نحلوا المباراة، نعاود نولي لك نزيدوا نشوفوا رأي محمد. يعني مباراة كيفاش عشت هذه المباراة؟ يعني شباب الوزداد توج، يعني كان عنده عديد لاعبين لربما اللي ذكرتهم لي في وقت سابق، لاعبين سابقين لرائد القبة، كيفاش عشت المباراة؟ عشناها انا كنت لاعب في شباب الوزداد 92 93 ايام التقرير الله يرحمه، ونظن احنا كنا مدابينا نشوفوا مباراة أجمل من هذه، لكن مباراة اللي تبرمج. إذا محمدك سعيد يعني بفوز شباب الوزداد؟ والله سعيد بالنهائي هذا، يعني أنا مملو كان فازوا اليوم سطيف أنا ما عندي حتى حرج، يعني اليوم حبينا نشوفوا مباراة نهائي كأس الجمهورية، لكن باش نقول لك الظروف اللي لعبوا فيها المباراة وسارت فيها المباراة، نظن أن 4:30 في 5 جويليا في شهر جويليا على الساعة 4:30 نظن حرارة يعني فاقت يعني 30 درجة 35 درجة، اليوم حرارة درجة الحرارة كانت درجة قصوى، نظن هذا ما كانش
يعاون يساعد اللاعبين باش يمدوا ما في وسعهم ولا بالامكانيات تاعهم اللي معروفين بها. حتى الانصار محمد اللي بداوا يتوافدوا منذ السادسة صباحا، شفناهم صباح على الساعه العشرة كانت محتمة عليهم، مفروض عليهم باش يفطروا برا ويشربوا الماء برا، ممنوع ادخال الاكل والماء للداخل. هذا تاع نهضروا على احنا فوق الميدان، فوق الميدان اليوم ما تقدرش. مفروض البطوله عندها شهرين من اللي انتهت، يعني راهم في مرحله تاع التحضير، يعني لو سيكل تاع لا بريباراسيون تاع السنه المقبله دخل. اليوم شفنا باللي هذا هو العوامل، يعني المدربين كان عليهم يعني يستغلوا هذه المباراه كما قلت انت بدايه التحضيرات، خاصة انه الموعد 5 جويلية. ما فهمتليش، احنا البطولة المفروض توقفت في ماي، احنا رانا في جويلية، في جويلية يعني المرحلة اليوم مرحلة تاع التحضير للسنة المقبلة. انا نهضر على المستوى اللي ظهروا به، هذا الجانب هذا حتى المدرب مضوي كان متخوف. لا دوك نوري لك التكنيك، دوك نهضر الحين نعاود نوليو، لكن قبل هذا يعني وصفنا كيفاش عشت المباراة خاصة السيناريو. انا نهضر لك لي بارامتر اللي ما خلاوناش نشوفوا مباراة كبيرة. ما تقدرش تشوف مباراة كبيرة يوم 5 جويلية على الساعة 4:30. نهضروا على دركا بالنسبة لك شخصيا، احنا بالنسبة للمجريات المباراة كيفاش بادو زاكي ولا شباب بالوزداد كيفاش خداو مجريات المباراة، كيفاش صطيف لعبت بنفس. احنا نوليو هذا للتحليل محمد لو تسمح، اعطينا فقط يعني انت كيفاش عايشت السيناريو، هل كنت تتوقع انه شباب الوزداد يسجل يعني في اللحظات الاخيره وما نمشوش لضربة ترجيح؟ لا، كنا هذه باش نكونوا واقعيين، ما كناش نتوقعوا بلي شباب الوزداد راح يسجل في الدقائق الاخيره. شفنا الناس كاع كانت تشوف بلي كل تو لي زاكتور اللي كانوا فوق الميدان كانوا يحوسوا على ضربة ترجيح باش تخطي راسي. شكرا لك يعني محمد. إذن نعود نوليو لتحليل المباراة، لكن قبل هذا مشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير الذي يلخص لنا أهم ما جاء في المباراة ثم نواصل. شباب الوزداد يتوج بالكأس السابعة بكل جدارة واستحقاق بعد فوزه على وفاق ستيب بهدف واحد في مباراة سيطر فيها أبناء لعقبة. الشوط الأول شهد بداية قوية من شباب الوزداد الذي أراد الدخول بقوة في المباراة وكان أكثر حماسا من الوفاق الذي بدأ متخوفا وبقي في منطقته ينتظر مبادرة الشباب، فأغلب الكرات الخطيرة كانت عن طريق المتألق علي لاكروم والذي كان قريبا من فتح باب التسجيل في أكثر من مرة، إلا أن التسرع ضيع عليه التسجيل. المرحلة الثانية دخلها شباب الوزداد بقوة وكاد لاكروم فتح باب التسجيل لولا التسرع مرة أخرى. رد فعل وفاق ستيف كان محتشما ولم نشهد كرة خطيرة، في حين حاول المدربين إحداث بعض التغييرات والتي لم تأتي بالجديدة حتى جاءت كرة مقرن الخطيرة والتي أنقذها الحارس صالح ليرد عليه يحيى شريف في الدقيقة 85، والتي تعتبر أخطر لقطة في المباراة والتي جنبت كرته العارضة. الوقت الإضافي رمى فيه الفريقين كامل ثقلهما على أمل تحقيق هدف التتويج، فتبادل الفريقين الفرص حتى جاءت الدقيقة 117 حين أطلق يحيى شريف قطفة حرر بها أنصار الشباب مانحا إياهم الكأس السابعة، فمبروك للشباب وحظ موفق للوفاق. إذن كان هذا التقرير الخاص بأهم ما جاء في المباراة. كريم نبدأ معاك، يعني تابعنا المباراة الشوط الأول أو حتى يعني 90 دقيقة ما شفناش فيها الكثير، يعني ما تعليقك على المباراة؟ أنا كنا نشوفوا في المقابلة وزدنا شفنا يعني بعض اللقطات الدركية تشوف يعني لوكازيون تاع شباب الوزداد لما لاكروم بريمير ميطون هذيك اللي كان النجم يسجلها كان ضيعها، كان تيكيليبري مام وفاق سطيف. ولكن الحاجة اللي نجمو لازمنا نهضروا عليها ما نجموش نروحوا انه التغيير لما صرا تاع يحيى شريف، يعني تشوف لوكازيون الأولى كان خدمها مليح وهو اللي دا لوكازيون الاولى، والدوزيام يعني كان سجل. دونك نجمو نقولوا الشباب الوزداد في المرحله الثانيه يعني كان يغامر في الهجوم،
بارابور على وفاق سطيف اللي كان يعني يلعب الكرات وميليو تيرا ما كانش يروح للهجوم بكثره. ولكن حاجه اللي لازم نحضروها انه كما كان يقول لك الشيخ محمد سيفري هو مدرب ويعرف هذو الامور, اللاعبين ما مدوش يعني المقابله اللي كنا فريمون نستناوها, لانه علاه درجه الحراره لعبت دور شويه في المقابله هذه, رانا في جويي طبيعه المباراه تخلي اللاعبين متخوفين حقيقة, وهذه كأس الجمهورية فينال, دونك اللاعب يعني يتمنى يمد كاع واش يكسب من القوة تاعو البدنية, ولكن راح تكون شوية صعيبة عليه. لكن خلال المباراة كان شفنا تفوق طفيف شباب لوزداك, كانت عنده نية الفوز أكثر, ولكن شفنا الصراعات في لا دوزيام ميطون. دوزيام ميطون شفنا صراعات في وسط الميدان اللي كانوا لاعبين شباب الوزداد يعني كانوا شويه يلعبوا يعني بواحد الطريقه باش يبينوا باللي راهم واجدين. ولكن انا حاجه اللي نقولها انه وفاق سطيف في المرحله الثانيه شويه الريتم تاعهم هبط. هل هو تعب هل هو نقص في التحضير؟ ما نجموش نقولوا التحضير, لانه تولي نهايه الموسم واحده ونولوا 10 ايام من قبل, وفاق سيف كان يصارع على البطوله, دونك لي فور اللي داروا تنجم تقول في المقابله هذه مع نهايه الموسم وكاع تنجم تكون يعني لاعبين يعني شويه عيوا, ما نجموش يمدوا المقابله, لانه علاه تشوف وفاق سطيف في الماضي لما لعبوا في المقابله تاع مولوديه الجزائر في ملعب 5 جوية كانوا يلعبوا بريت يعني عالي, شفنا المقابله كان ريتم عالي هذاك المقابله, واليوم هذه كاس الجمهوريه ما تتلعبش كاس الجمهوريه يعني ما تنجمش تربح ما تنجمش تلعب, باسكو ميم لو كان لعبنا مليح فيقول لك لا نلعبوا مليح, ولكن في لافان كونت شكون فاز بكاس الجمهوريه؟ اللي فاز بكاس يعني الجمهوريه يعني التاريخ يحفظ فقط شكون اللي فاز. شكرا لكريم, نزيدوا نمروا لمحمد مدرب يشرح لنا اكثر. انا ما نشاركش الراي هذا لانه علاه دوك اليوم نهائي كاس, نهائي كاس مشاطروا في الراي كي قال لك يتربح. اليوم شفنا نية تاع شباب الوزداد منذ البداية إلى دوني السينيال داران بلي حاب حاجة رغم الإمكانيات المحدودة للفريق, لأنه باش تلعب مع بطل البطولة واش وفاق سطيف. اليوم وفاق سطيف ما لعبش الريتم اللي مفروض يلعب به, ما يعني ما فرضش الريتم تاعو فوق الميدان, ما جاش اون طونك كونكيرون باش يظهر. اذا محمد ما هي الاسباب يعني تاع يعني شفنا ما شفناش الوجه الحقيقي لوفاق سطيف في مباراه اليوم؟ نظن انا نقول لك حاجه, اليوم كان خارج الاطار, وفاق سطيف كان خارج الاطار اليوم. ربما ضغط, ربما تعب, ربما تحضير فوق اللازم لهذا النهائي. وشباب الوزداد كان حاب سبعة هذه, وين تشوف حتى اللاعبين ولا الانصار ولا حابين يعني. اذا محمد هذا التفوق ولو الخفيف لشباب الوزداد هل يرجع الى رغبه اللاعبين ام الى حنكه المدرب بادو زاكي؟ شوف كاين ليدو ايزون اوزي لي جوار تاع السي ار بي رغم النيفو تاعهم اللي ماشي كي نجيبو في لا في دو ماتش, شوفوا نقارنوا واحد بواحد شوفوا بلي فريق سطيف نوعا ما يتفوق على شباب الوزداد. لكن شباب الوزداد اليوم تعرف كيفاش يتاقلم مع زمام الامور في المباراه, دايور لي بريمير اوكازيون كري دون لو ماتش تاع شباب الوزداد كانت فيه ضربه جزاء مع الناش الحكم, يعني كانوا بعض لي زانديس اللي يوري لك بلي شباب الوزداد. اذا محمد بالحديث عن اللاعبين, انت تعرف جيدا اللاعب يحيى شريف اللي هو دار الفارق, يعني واش رايك يعني في هذا اللاعب اللي دخل كبديل ودار الفارق عكس مادوي اللي لعب بوكروه في بدايه؟ انا واحد ما لعبش بوكروه بدايه الشوط, انا واحد ما نلعبوش يعني تحمل مسؤول؟ لا ما نحمل حتى واحد, هو ادرى شوف هو ادرى واش كاين عنده في المجموعه تاعو, حنا ما نينش ما نتهم حتى واحد, انا نقول لك انا وجهه نظري انا أكيد. لكن انا كان مفروض يخلي الاوراق الرابحه تاعو يخليها كيما دار بادو زاكي, خلى كنا ننتظروا فيها باش يدخل يحيى شريف, لانه اللي كان راح يدير الفارق هو الجانب التقني,
لانه خلاص المباراه لو ريتم ما كانش. نعرفوا الشوط الثاني تاع المدربين يوم المباراه مشات 120 دقيقه. يفالي انتوش تكنيك فوق الميدان باش دير الفرق. لازم دي توش انديفيديال اللي يغيروا مجريات المباراه. كريم هل شاطروا الراي باختصار فقط؟ بون هو كي تشوف بلي مادوي دار دي شونجمون وما جابوش بلوس، باسكو حنا ماناش نقولوا يحيى شريف دخل ماركا دونك بادوزاكي ما غلطش. حنا رانا نقول هذه وحده، زوج بادوزاكي لما لي شونجمون دارهم شباب الوزداد لي الشوط الثاني خاصة من الدقيقة 70 حتى ل 90 يعني جاو دي زوكازيون. بار كونتر الفريق تاع استغلوهمش فقط، كانوا قادرين يقتلوا المباراة. بار كونتر الفريق تاع سطيف داروا دي شونجمون ولكن ما شفناش يعني تغيير تشوف التغيير فاش تشوفوا في لي زوكازيون اللي جاو. شكرا لك مشاهدينا الكرام، سنواصل في تحليل المباراة لكن بعد الفصل الإشهاري، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، عودة مجددة إلى الجزء الثاني من برنامج فود بلس، ونمر الآن إلى التحكيم ونربط الاتصال مع الحكم الدولي السابق جمال حمودي. أهلا بك سيدي الحكم. أهلا وسهلا وأهلا بالحضور، وأولا نقول مبروك لشباب الوزداد على التتويج بكأس الجمهورية، وهارد لك لوفاق سطيف إن شاء الله في التتويجات المقبلة إن شاء الله. شكرا لك جمال. اذا الاسابيع او ايام قبل النهائي سمعنا يعني مخاوف كثيره من التحكيم، اليوم كيفاش تقيم الحكم غربال او حتى المساعدين في هذه المباراه؟ اولا نظن اليوم التحكيم كان مقبول من ثلاثي التحكيم، رغم ان المستوى المقابله ما كانش مستوى عالي، ما كانش رتم صاعد، ولكن كان المستوى متوسط، لان شفنا الكل شفنا بان 120 دقيقه الكل لاعبين كانوا تعبوا، خاصه في الشوط الثاني وين اللاعبين كانوا تعبانين، لهذا قاموا بعده مخالفات اللي خدوا عليها 5 انذارات في الشوط الثاني. كذلك الحكم نظن اليوم كان هادئ، كذلك التمركز تاعو كان جيد، اللياقه البدنيه جيد. هناك لقطتين اللي لازم نتكلموا عليهم، وهما لقطه ضربه الجزاء العشرة بالنسبة لشباب الوزداد، وهي نظن ضربة الجزاء للمدافع وفاق سطيف كان متأخر نوعا ما، لهذا عرقل مهاجم شباب الوزداد، وهذا راجع لعدم التمركز الجيد للحكم. إذا السيد حمودي اسمح لي نقاطعك فقط، يعني تعاود تأكد لنا أنه فيه ضربة جزاء لصالح شباب الوزداد ما احتسبهاش الحكم. في ضربة جزاء لشباب الوزداد وضربة جزاء لوفاق سطيف. تفضل سيد جمال. اوكي، ضربه الجزاء الاولى ما كانش تمركز جيد للحكم، وهذا اللي ما خلالش الرؤيه الزاويه جيده باش ياخذ القرار الصحيح والجيد. ضربه الجزاء الثانيه كذلك اللي كانت لوفاق سطيف، وكان صعب باش يشوف من تمركزه ومن وضعيته يشوف بان اللعب، لان علاش؟ لان المدافع شباب الوزداد لعب الكره براسه، ولكن الكره ما مشاتش مباشره لليد، الكرة مشات للأرض ورجعت لليد، لهذا نظن الحكم اللاعب المدافع شاف بأن الكرة خلاص مشات للأرض، وشاف بأن الكرة راح ترجع للوراء، استعمل اليد تاعه، ونظن كذلك تحايل بأنه مصاب. فنظن كانت هناك ضربة الجزاء، ولكن صعب باش الحكم يشوف من التمركز ويشوف هذه ضربة الجزاء. إذا جمال، بما أنه ضربة جزاء الأولى لشباب الوزداد والثانية لوفاق سطيف، هل ترى أنه يعني أثرت على نتيجة المباراة؟ لا، لم تؤثر على نتيجة المباراة، ولم تؤثر كذلك على أداء الحكم، لأن في التقويم على مستوى الفيفا والاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي تقييم الحكم هو 90 دقيقة أو 120 دقيقة، وليس إلا في لقطتين، هذا اللي لازم الكل. جمال حمودي، بتقييمك للحكم لو يعني من 1 لـ10 شحال تعطي له يعني الحكم غربال في مباراة اليوم؟ نعطي الحكم غربال 8.8، وهو نفس الرأي بالنسبة للمدرب بالعرج. أين مكان المساعدين جمال حمودي؟ المساعدين نظن عبد الحق إيتيالي نعطوه 9 من 9.2، وعماري كذلك 9.1.
يعني توفقوا كثيرا المساعدين في هذه المباراة بطبيعة الحال، رغم ان نشوفوا شفنا بان المباراة اليوم ما كانتش يعني مستوى عالي، ما كانت هناك فنيات عالية، كذلك كان هناك درجة الحرارة عالية، وكان هناك قبل المباراة ضغط كبير، نظن نعرفوا كيفاش يسيروا المباراة وياخذوها لبر الأمان. شكرا لك جمال حمودي على التوضيحات. شكرا، بارك الله فيك. شكرا لك. إذا كان معنا الحكم الدولي السابق جمال حمودي. بالعرض يعني شفتك تفاعلت مع يعني تصريحات جمال حمودي، يقول لك باللي الحكم يعني كان يأكد باللي فيه أخطاء بالنسبة لضربات الجزاء الأولى لشباب بلوزداد وثانية لوفاق سطيف، يعني هو يقول أيضا أنها ما أثرتش على نتيجة المباراة، هل شاطر الرأي؟ بالطبع نظن ان كانت فيها خطأين، يعني دوك على بصح على العموم يعني سير المباراه كما قال لك يا في با لو ريتم اللي خلاه يرتكب يعني أخطاء. حتى انت اعطيته نفس الشيء علامه 8 من 10. حتى العلامه كانت يعني ما كناش بعاد، لكن نظن ان لو كان ضربه جزاء مدها الشباب بلوزداد في الدقائق الاولى كان نشوفوا مباراه اخرى، كانت تغير شويه لا فيزيونومي دي ماتش ونشوفوا مباراه. هل شاطر كريم انه تشوف يعني لو كان احتسب ضربه جزاء وتسجلت كانت حتقتل المباراه؟ انا شاطر الشيخ، لانه علاه لما تسجل راح لو كان مد البيناتي الاولى للسي ار بي خاصه الدقائق الاولين جوستومون الفريق تاع سطيف راح يزيد يبذل مجهود كبير، لانه شفنا في بعض المراحل كنا نشوفوا الكثير من الاهداف في بعض المراحل في المقابله، كنا نشوفوا اللاعبين سطيف وسي ار بي يعني ما يغامروش بزاف، دونك الفريق اللي يكون منهزم اوتوماتيكمون راح يغامر. ولكن حبيت نقول برك حاجه، يعني في ضربتين الجزاء الا كان الاربيت غربال ما شافش يعني كان بعيد ما شافش جبونس المساعد اون فاس، فوالا شكون اللي يشوف جبونس المساعدين هما اللي يعطوا ومانيير جينيرال بور لي زاربيت، يعني بكل صراحه داروا مقابله لاباس بها، ولكن كاين خطا كاين عامل الحراره ايضا اللي اثر على اللاعبين اثر ايضا على الحاكم. بالطبع عباد هما كاين سبحان الله هما صح سي فري كما يقول لك الشيخ، ولكن على بالك الحاكم توجور حنا في الجزائر لما يغلط يعني نرجعوا فيه اللوم، وهذه فينال ولكن داروا مقابله لا باس بها، يعني ما كانش كاينه نيفو طالع بزاف اللي راح تشوف مخالفات تشوف دو بيناتي. حنا شفنا من جهه سي ار بي بيناتي ومن جهه سطيف. اليوم شكرا، تفضل باختصار اليوم فقط باش نمر اليوم شباب بلوزداد كان رايح يلوم الحكم لو غربال وكان ما فاش بالكاس كان ضرب يعني حتى وفاق سطيف قادر يعني يقول راح نسمعوا كلام واحد اخر ونسمعوا بزاف كلام على الحكم، لكن في المقابل وفاق سطيف اليوم مش راح يلوم تحكيم نو ديك دوك اون جينيرال عندهم موالفين بهاد الاخطاء وفاق سطيف موالفين متعودين على هاد الاشياء. نظن اليوم شفنا مباراه تاع فرق كبيره لعبت وكانت الروح الرياضيه هادي نتكلموا عليها، كانت الروح الرياضيه فوق الميدان وخارج الميدان، نظن هذا حاجه اللي تفرحنا اليوم، ما شفناش هماج مش حتى فوق الميدان، كانت الروح الرياضيه يعني هذه لازم نذكروها يعني ماهوش دائما يعني شفنا عرس كروي في ملعب 5 شويه كما كنا ننتظر. سي بور سا اخطاء ما بانتش والناس ما دارتش فوضى كبيره، واليوم الحمد لله نهنيو شباب بلوزداد على الفوز تاعو، نهنيوهم مره اخرى، وهذا يعني ما يخليناش ننساو او نتسائلوا على مستقبل هذا الفريق كريم، يعني الفريق كان متعطش الى الالقاب، عود ولا للساحه من خلال تتويج بكاس الجمهوريه، عندنا في المقابل اداره جديده، المدرب بادوزاكي اللي عاود رجع الهيبه يعني راح يغادر الفريق، كيفاش تشوف مستقبل شباب بلوزداد؟ انا كنت تحدثت في بعض وسائل الاعلام قلت يعني كاين واحد مؤشرات اللي كانوا يأشروا قبل التتويج قبل يأشروا مؤشرات شفتهم باللي الكاس راح تكون بلوزداد ما بينها يعني في 2009 يعني لما كان رئيس الرابطه الحالي محفوظ قرباج لما كان بريزيدون تاعنا في السي ار بي اسم هذاك هو العام الاول تاعو توجنا بالكاس الرئيس الحالي لشباب بلوزداد يعني هذا هو فن العام الاول تاعو الاول يعني تربطها وتدير مقارنه يعني هذه مؤشر،
ولكن دوكا نشوفوا المستقبل. يعني الاداره كيفاش راح تتعامل؟ بيان سور ما تنساش باللي كانوا بعض المشاكل في شباب الوزاد قبل المقابله، لاعبين يعني خطوا كاع المشاكل تاعهم ماكوتي باش يفوزوا بالمقابله وباش يفرحوا الانصار. تشوف الانصار لما تنقلوا ولما يعني ملي الفريق وصل لافينال وهما يديفيلي واقفين ويروحوا للجوار ويحمسوهم لي فريمون طاولهم يعني طاولهم لونفي طاولهم القلب باش يجيبوا الكاس هذه ورام جابوها. ولكن درك حنا نقولوا الاداره تاع شباب الوزداد انها يعني اللاعبين داروا اللي عليهم، لازم درك اللاعبين هذا الجروب يحافظوا على اللاعبين هذوما، يزيدوا يديروا النظره بلوس، لانه فريق شباب الوزداد فريق كبير ينجم العام الجاي يعني تكون عندهم اوبجيكتيف واحد اخر. يعني نتوقع نزيدوا نشوفوا في المواسم المقبله نعاودوا نشوفوا اسم شباب الوزداد. لما لا؟ لان تشوف كاع المرحله تاع شباب الوزداد من اللي تاسس لليوم توجور يلعب. شكرا لك نزيدوا نمروا بالعرج. اليوم نقدر نقولوا العمل الحقيقي تاع الاداره يبدا يبان، يعني الميركاتيو تعيين المدرب، خاصه انه يعني جمهور الشباب زاد كبر طموحهم. اذا ما فيهش ازمه ماليه نقول لك باللي شباب الوزداد قادر يدير نتائج ايجابيه في المستقبل. لكن اليوم الحاجز الكبير هو الازمه في المال. يعني لو الناس تتعاون كاين رجال اللي قادرين يخرجوا الفريق من الازمه، وان شاء الله يلقاو هديه اليوم كاس الجمهوريه ان شاء الله تكون سبب شيء. يعني تتوقع بلي حتعاود تولي شباب الوزداد الساحه؟ لا، موالفين هما بهذه الظروف وموالفين يخرجوا من الازمات. اليوم انا باش نوضح لك برك، اليوم بادو زاكي رجع على صرف البن شيخه، يعني رد بن شيخه دا كاس في المغرب، واليوم بادو زاكي اول مدرب دا كاس الجمهوريه في العهد الاحتراف. شكرا يعني لك كريم. يعني النهائي تاع اليوم راح يعاود يتكرر مناسبه كاس السوبر اللي راح يجمع بين وفاق سطيف البطل وشباب الوزداد المتوج بكاس الجمهوريه. يعني بكل صراحه احنا التقاليد تاع كل الانصار تاع الجزائر، يعني احنا توجور نخمو كوب داجيري، دوكا يلعبوا السوبر كوب هذه، يعني راح تكون يعني راح تكون فانيك امبيونس واحد اخرى، راح تكون وعلى بالي باللي المام الانصار تاع شباب الوزداد يحوسوا على سوبر كوب دوكا، هم يفرحوا على لا فينال اللي فزنا بها دوك، يعاودوا يشوفوا فريقهم يعني السابق عهده. بيان سور ما تنساش اللي كنت قلتها ونعاودها، الفريق تاع شباب الوزداد يعني اي لاعب يجي ليه لاعب فريق تاع القاب، مام ثقافه تاع حتى انصار شباب الوزداد دائما يطالبوا بالالقاب، دائما مام تكون عندك انيكيب جوست موايا وكاع الناس تشوف فيها بلي عندك انيكيب جوست موايا تقول لك نلعبوا على لاكوب ولا على الشامبيونا. ونزيد برك نقول على بادو زاكي، لما جا لشباب الوزداد ما تنساش بلي الفريق كان يعني مع الخمسه الاواخر، يعني نجمو نقولوا المدرب بادو زاكي توفق لدرجه كبيره في شباب الوزداد. حتى الرحيل تاعو بيان سور خدم دار خدمه كبيره شباب الوزداد، النتائج كانت ولكن صالح هذا المدرب، ولكن هو دار خدمه كبيره في شباب الوزداد كيما داروها دي زونترينير كانوا من قبل وراحوا، ولكن شباب الوزداد بقى شباب الوزداد الاسم الكبير الفريق الكبير توجور يبقى، المدربين يروحوا ويولوا حتى اللاعبين المسيرين، ولكن اسم شباب الوزداد يبقى توجور. شكرا شكرا لك. هل من اضافه بالعرج؟ الاضافه احنا نزيدو اونكور اون فوا نهنيو شباب الوزداد على التتويج هذا، وكاين ما نساوش باش تكون هذه فرحه لعائله تيتكرين اللي راهم يسمعونا ويشاهدونا، لانه كان وفي رئيس وفي للفريق عبد القادر الجنيدي الله يرحمه، و عمي محمد الفقير الله يرحمه، سي عمر، وكذلك ما نساوش على غورما اللي مد وكرس حياته للفريق وراهو تعبان شويه، تحياتنا الكبيره ليه. بالمناسبه ندعو لهم بالشفاء وبالرحمه لجميع الموتى. يعني كلمه اخيره كريم. كلمه اخيره نقول الحمد لله شباب الوزداد، يعني اللاعبين اللي راهم والمسيرين والانصار اللي وقفوا مع الفريق، يعني جابوا الكاس هذه اللي راح نفرحوا كاع بها، ونهدي هذه الكاس لكل انصار شباب الوزداد خاصه الصديق تاعي مناد، بلا ما ننسى يعني ابناء التوعي شاكيب وريان، وصديق صديق وليدي شاكيب مؤمن اللي جابوا لي دو البياف، نقول لهم يعطيكم الصحه راكم فرحتونا انتم في القرايه وزادوا شباب الوزداد فرحوا. يعني شهاده التعليم الابتدائي ولا الاساسي؟
ابتدائي. شكرا لك. اذا كريم قبل ما نختموها الحين نعاود نشوفك في عالم التدريب يعني بعد ما احتسلت الميادين. جو بونس با راني التي بالامور تاعي الشخصيه وبالعائله تاعي. شكرا لك، شكرا على تلبيتك للدعوه. مره اخرى محمد بالعرج نشكرك على حضورك، مرة أخرى نحيي فريق شباب بلوزداد على هذا التتويج ونترككم على وقع هذه الأنغام والسلام عليكم.